لا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في لاشين ميليسا كهنا. اليوم ان شاء الله لو ديسير تيراميسو، هذا لو ديسير ايطاليان اللي نحبوه بزاف كبار صغار، يعني ان ديسير تري شيك اليغون. كنت عملته لكم من قبل، ويعني كنت درته اوغو شوكولا، درناه في دي فيغ يعني دي بار انديفيديوال. اليوم ان شاء الله نديرو ان تيراميسو. نبداو باش الناس تخدمو، باش نديرو هاد الوصفة لازم لنا هنا زوج حبات بيض، هنا عندي 4 مغارف كبار تاع سكر غلاس، هنا عندي قهوة طيبتها وخليتها تبرد، يعني تحبوا ديروا قهوة سريعة التحضير ولا طيبوها. عندي شوية لافاني، هنا عندي كاكاو نوار يكون مر، هنا عندي لو ماسكاربون يعني تيراميسو، ديروه بالماسكاربون يجي انغو فورميدابل، والا تقدروا ديروه بالاجبان الطريه، يعني بشرط انها ما تكونش حلوه، يعني فخوماج ريجيم. وعندي بيان سور لي بودوار تاع تيراميسو اللي نقولوهم حنا لي لونغ دو شا. الوغ اون فا كومونسي بار كلاريفي لي زو. كلاريفي لي زو يعني نفصل البياض عن الصفر. الوغ كلاريفي لي زو، البيض رايحين نضربوه بجهة، نديرو له قرصة ملح ونطلعو اون نيج، والصفر حنخدمو معاكم. شوفوا معايا الطريقة. الوغ هذا البياض هابليك، ندير له قرصة تاع الملح، جو ميتر اكوتي نحطو في البيتران ولا يعني نخدموه في الباتور، نضلع لو بلونيج حتى يعني نتحصل على لو باك دوازو، يعني يكون شاد روحو. الوغ لو جون دوف نديرو له شوية لافاني، ونديرو لهم لو سكر غلاس، لكن نضربهم دابور، نخلطهم شوية هكذا ونحط لهم سكر غلاس ونواصل نحرك. الوغ هنا راني درت مليح هذاك، خلطت مليح لو جون دوف مع لو سكر غلاس، نخليه دو كوتي لو طون اللي راح نطلع لو بلون دوف. كيما قلت لكم راه يطلع دو كوتي، في نفس الوقت راح نعمر باردون. هنا عندي المول تاعي هاوليك، انا هنا درت له القاعده، درت له بابي فيلم من تحت هكذا غلقوا عليه، يعني جيبوا بابي اليمونتير فرشوه من تحت طلعوها على لي كوتي، يعني باش تولي عندكم هنا اون باز. هذه يعني اللي ما يعرفوش كيفاش يستخدموا هاد لو كادر، سي تري زوتيل يعني بالنسبه للناس اللي ما يعرفوش يستخدموه، انا نخدم به. الوغ دوكا نحكموا لي بودوار تاعنا، راح نسقوهم في ندخلوهم في الماسكاربون، باردون ندخلوهم في القهوه ونفرشوهم. الوغ هنا نحكم البودوار، ندخلو هكذا في القهوة، يعني ندخلو سريعا لأنه تخي فراجيل، يفو با يعني تخلوه يطول باش ما يتكسرش، ونسكتهم هكذا وحدة قدام التانية، نكمل هكذا. هنا عندي درت الطابق الأول تاع لي بودوار تاوعي، دركا نروح لاكريم. الوغ هذا سي لو بلون دوف، هاوليك بعد ما ضربناه هاوليك نتحصل على منقار لو باك دوازو، منقار الطائر. الوغ هنا لو ميلونج هذا نديرو له كمية تاع ماسكاربون تاعي اللي هي 250 غرام، ونخلط كلش. Je vais tout mélanger. Alors, هنا التحريك يكون عادي، يعني مت بو امبورت لا فيتيس، ولكن كي ندخلو له هذاك لو بلون دو تما ندورو غير بشويه. الوغ نفوت ندخل لو ماسكاربون تاعي في الجون دوف حتى نتحصل على يعني اون كريم اوموجين كيما راكو تشوفو، ما يكونش فيها هاد الحبيبات، لازم كامل نتخلص منها.
ودركا نبدا ندخل فيها في بلوندو هذا بشويه ونخلط يعني بحركه هكذا. اون فا يعني انكوربوري هاد لو بلوندو فيه غير بشويه اون 3 فوا حتى نكملو هكذا نتحصل على اون كريم هوموجين. هذه هي اللي نخدمو بها التيراميسو تاعنا. الوغ هاي ليك لا كريم اللي تحصلنا عليها. دركا نروحو نجيبو لي بودوار تاعنا اللي قعدونا. الوغ هنا نحكمو لو مول تاعنا. هاي ليك لا كريم تاعنا من اروع يعني لي كريم اللي تحبوها، خاصة يعني نوصيكم هي على كل حال مسألة ممكن إمكانيات ولا، مي تيراميسو لو ميور تيراميسو هو اللي يجي بلو ماسكاربون يعني كريمة الماسكاربون، تعطيه يعني ذوق هايل. تقعد مسألة بلك إمكانيات، بلك كاين أماكن اللي ما يتوفرش فيها الماسكاربون، معليش تقدروا تخدموها بالفروماج. يعني قلت لكم دي فروماج سون سكر، لكن تاكدوا بلي لو غو ما يكونش كيف كيف. الوغ نغطي كامل هكذا، ندير هاد لا كوش فوالا. الوغ هنا عندي كاكاو نوار هاوليك، ندير ونروح نزيد نعاود لو ميم طرافاي اللي درناه من قبل. نغطي هنا مليح هاد الاماكن. الوغ لو ميم طرافاي اللي كما قلت لكم درناه من قبل، يعني اني نعاود نشمخ لي بودوار تاوعي ونعاود نستفهم بنفس الشكل اللي حطيته من تحت، حبه قدام حبه هكذا حتى نكمل كامل هاد الوجه. الوغ هنا راني كملت الطبقه الثانيه، ونزيد نعاود ننزل عليها لا كريم تاعي بحيث اني نغطي كامل الوجه. ماشي هكا هكذا، في الاخير نرش عليه كاكاو تاعي حتى نغطي. الوغ هاوليك لو ديسير تاعنا التيراميسو. انا نخليه كيما هكذا، كيما راكو تشوفوا الكاكاو راهو يتشرب يعني يدخل في لاكريم. نحطوه في الفريجيدار، نحطوه في الثلاجه، نخلوه يعني يبرد. من المستحسن انه يبرد يعني 12 ساعه ولا ليله كامله، يعني باش يحكم روحو ما تاكلوش يعني ما تقطعوش تمتم. نخلوه نتلاقاو انا دوك نحطوه في الفريجيدار، نخليه يفوت عليه 12 ساعه، نتلاقاو من بعد ان شاء الله. الوغ التيراميسو تاعي هاوليك بات يعني ليله كامله في الفريجيدار. نهبط له هذاك لو بابي فيلم اللي راهو لي كوتي يعني باش نقدر نحو بلا عقل هاد لو كادر تاعنا. نحاول نحيه غير بالعقل هكا. نعاودلك الشكل تاعو باش يجي منا، هاوليك كيفاش يجي الشكل تاعو يعني دو فاس. ونقطعوه، انا رايحه نقطعو. انا نفصل ابيبخي كيفاش حنقطع. دونك راح نقطع هكا بالطول، سي فريمون بيان ريوسي كيما شفتو. سي ان ديسير تري شيك، très facile à faire. Voilà, قطع. نجيب نحطو في الصحن. هلا هاوليك التيراميسو تاعي من اروع ما يكون. ان ديسير كو جادور مو بيرسونيلمون، وانتم مثلا ان شاء الله تجربوه
ويعجبكم بإذن الله. أتمنى إن شاء الله أنه تعجبكم الوصفة تاع اليوم اللي كانت وصفة التيراميسو. نقولكم إلى الملتقى عدد آخر إن شاء الله من وصفة ميليسا كاهنة، ونقولكم سلام.